طبعا استاذ محمد القوسي، اهلا بيك في البيت الكبير. اهلا بك يا كابتن هاني، منورنا دايما. انت منور دايما، بتيجوا في الاجواء سخنه وان شاء الله الدنيا هتولع. انا عارف حظنا ان انا موجود كمان مع واحد من اساتذه النقد الرياضي استاذ جمال الزهير. انا سعيد بوجودي معاك يا قوسي طبعا، ومع كابتن هاني على طول. يعني ربنا يخليك ان شاء الله تبقى حلقه مميزه ان شاء الله. بنحاول بقدر الامكان، احنا وقتنا بيبقى صغير شويه، لكن بنحاول نتكلم في كل القضايا. قبل ما نتكلم في اي قضيه، طبعا لسه من دقايق انتهاء مباراه نادي الزمالك مصري بفوز نادي الزمالك 1-0، لكن كان في احداث مؤسفه جدا خلال وبعد المباراه كمان. يعني موقف كان صعب جدا، وموقف كان عليه علامات استفهام كتيره جدا، ان يعني فرجاني ساسي بشكل واضح وصريح بيتعدى لفظيا على الحكم، وكمان بيتعدى بلمس الحكم. يعني شفتوا الموقف ده ازاي؟ يعني الحقيقه مشهد غريب جدا، مشهد غريب على الملاعب. لكن عايز اقول كلمه في البدايه كابتن هاني، يعني اذا كانت اداره النادي بتعطي تصريح للاعب انه اذا حكم لمسه يضربه بالقلم على قفاه، فطبيعي جدا ان اللاعب، وده كلام موجود ومسجل، ما حدش يعني بيالفه، يعني تصريح رسمي، لو اي حد مسك للاعيبه الزمالك اضربه. فالنهارده شفنا ده، ساسي بينفذ ده على ارض الواقع، وتقريبا يعني بيجيب الحكم من قفاه وسماعه. كان الحكم امين عمر طبعا. طبعا كان حكم امين عمر، طبعا انذار وبعد كده كارت احمر. اعتقد ان دي يعني واقعه مهينه جدا للتحكيم، مهينه جدا للجنه الخماسيه، ان لم يكن هناك ردع قوي وحمايه قويه من اللجنه الخماسيه. هو موقف هنشوف ما هو اسوأ من ذلك. اللائحه واضحه في هذا الامر وفي هذا الاتجاه، اللمسه للحكم او الاعتداء على الحكم 8 شهور ايقاف، ما فيهاش تفكير. كهربا عمل اقل من كده وتوقف الاهلي خسروا الفتره دي كلها. يعني موقف يعني